معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي، مرحبا بك. إذا وزارة الدفاع في العراق ذكرت أنها خصصت جزءا من مخازن الجيش لتخزين سلاح ميليشيا الحشد، كيف تقرأ هذا التصريح؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. حياك الله سيد. أصبحت الفكرة واضحة اليوم بأننا هذه الميليشيات التي تأسست لمكافحة الإرهاب وتحديدا تنظيم الدولة داعش وانتهى هذا الموضوع، اليوم واضح بأن الموضوع لا يتعلق بالإرهاب، اليوم الموضوع يتعلق بدولة موازية بجيش موازي للجيش الحكومي، هي استنساخ فكرة التجربة الإيرانية وفكرة الحرس الثوري. اليوم سبق وأن أخذوا سلاح الجيش الحكومي الموجود عندهم، اليوم الكثير من العجلات والدبابات والهليكوبترات هي اصلا كانت سلاح الجيش الحكومي، واليوم وصلت المرحله الى المخازن. فبالتاكيد سيدي هذا هو ممارسه دور فوق الدوله، وان هذه الميليشيات اليوم تحاول ان تثبت للجميع بانها هي اليوم المسيطره على جميع الملفات وخصوصا الملف الامني. يعني إلى أي مدى إذن ترى أن هذا القرار يضعف الدولة في مقابل الميليشيا؟ يعني سيدي اليوم الدولة، نحن تقريبا لا نتحدث عن دولة، خصوصا هذه حكومة عادل عبد المهدي، عادل عبد المهدي موجود لتمرير هذا المشروع لتقوية الميليشيات. نجد بأن اليوم الميليشيات هي التي تقوى مقابل أن هنالك ضعف كبير في الجانب الحكومي. اليوم الميليشياوي يمتلك صلاحيات وقوة حقيقة ونفوذ أكثر من الشرطي، أكثر من الجندي، أكثر من رجل الأمن. فاليوم هي المراحل الأخيرة لهذه الدولة التي أسسوها منذ عام 2003. اليوم نشهد تهرؤ كبير، نشهد بأنها اليوم أظهرت وجهها الحقيقي بأنه لا توجد هنالك دولة مؤسسات بل هنالك دولة ميليشيات. يعني ألا يضعف هذا القرار أيضا عبد المهدي نفسه؟ سيد عادل عبد المهدي الرجل ليس رجل دولة وليس رجل مؤسسات، هو أصلا يحمل هذا الفكر نفسه، فكر الثورة الإسلامية في إيران، وهو كان موجود هنالك. فتجده اليوم هو سكوته هو موافقة واضحة، اليوم يسهل الطريق، يدعم هذه الميليشيات، يعطيها الشرعية في هذا السكوت اليوم، لأنه لو كان هنالك عملية رفض لوجدنا هنالك عملية رفض، و الأطراف جميعها تقريبا اليوم السياسية متفقة على أن تدعم أن توفر الشرعية لهذه الميليشيات كي تمضي في مشروع ابتلاع العراق على جميع المستويات. إذن ما أثر يعني توغل هذه الميليشيا وازدياد نفوذها في أمن العراق؟ سيدي بالتأكيد هذه اليوم سلاح منفلت خارج إطار الدولة، الجميع يمتلك سلاح. اليوم هنالك هذه الميليشيات اليوم لديها القدرة على ارتكاب الجرائم، تجد أنه العراق اليوم بلد جريمة وجريمة منظمة. حقيقة عمليات تغيير الديموغرافي التي نشهدها، فهذه المجاميع هي مجاميع بنيت على فكرة إجرامية حقيقة، ليست مؤسساتية، لا يمتلكون التدريب الصحيح ولا يمتلكون الفكرة الصحيحة. فبالتأكيد اليوم نحن الوضع الداخلي الأمني من سيء إلى أسوأ، واليوم بما أنه الميليشيات هذه وصلت إلى هذه المرحلة من النفوذ بالتأكيد الوضع الأمني الداخلي وضع سيء جدا. العراق قد يتعرض بسبب هذه الميليشيات إلى عزلة دولية أيضا. فالدور دور هذه الميليشيات منذ تأسست وإلى اليوم هي دورها سلبي، وبالتأكيد تؤثر على الوضع الداخلي والخارجي للعراق. ولكن أن يصل حجم هذا التوغل لهذه الميليشيات بأن تعلن إنشاء قوة جوية، كيف تفسر هذا الإعلان؟ يعني سيدي واضح اليوم أن هذه الميليشيات بدأت. ماذا بقي للجيش يعني؟ لم يتبقى للجيش أي شيء. هذه الميليشيات اليوم نجد هذا أمر ديواني، تصدر أمر ديواني وكأنها دولة مستقلة من دون الرجوع إلى القائد العام ومن دون الرجوع إلى الدستور، هي أصلا وضعها غير دستوري. فاليوم بدأت تنشأ وتكبر، واليوم تمارس دور الدولة عندما يصدر أبو مهدي المهندس أمر ديواني. فهذا من ليس من صلاحياتي، هذه من صلاحيات رئيس الحكومة أو رئيس الدولة. صلاحيات اليوم الدستور معطل، ضرب عرض الحائط، اليوم القوانين جميعها معطلة. فبالتأكيد اليوم ينشئون قوة
قوة جوية، وبالتأكيد سوف ينشئون أيضا مديريات أخرى لتتوسع وتكبر هذه المجموعة. طبعا فلاح الفياض نفى صدور هذا الإعلان، ولكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال إن ما يحدث في العراق هو إعلان نهاية الحكومة والتحول إلى دولة الشغب كما سماها. إلى أي مدى يكشف هذا التصريح حجم الخلاف بين قادة الميليشيات؟ يعني سيدي، هو بالتأكيد اليوم هنالك خلاف، وكأن العراق أصبح تركة ويتقاسمونها فيما بينهم. الخلاف تجده ليس خلاف بالأساس على الحالة المشكلة جوهريا، الخلاف تجده خلاف مصالح وخلاف نفوذ. لكن هذه مثل هذه التصريحات كما طرح مقتدى الصدر تكشف حقيقة أن البلاد هناك أزمة سياسية كبيرة، هناك أزمة أمنية كبيرة. عندما يقول بأنه وصلت المرحلة إلى أنه لا دولة، نفيت الدولة، فبالتأكيد أن هناك حقيقة مشاكل كبيرة. وهذه التصريحات وغيرها تكشف لنا أن هذه العملية السياسية هي غير مستقرة، غير قادرة على بناء أمن للعراق، وغير قادرة على بناء وضع حقيقة يشبه وضع الدولة المحترمة. شكرا جزيلا لك، هاتفيا من برلين خبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي.